اليوم راح نتعرف على طريقة التبخير الصحيحة في جهاز ديلونج ديديكا، كثير بيسألوا عنها. أول حاجة نستخلص شطة الإسبريسو، نجهز الحليب تبعنا. طبعا كمية الحليب تكون تحت الحرفة هذا دائما عشان أقدر أتحكم بكمية الفوم. بعد ما أجهز معايا الإسبريسو هنشغل التبخير وننتظر 10 ثواني حتى يثبت. في البداية حنفرغ الموية اللي في البداية. خلاص الآن التبخير معايا جاهز. أول شيء راح نخلي عصا التبخير هذه في النص، ونخلي مستوى الفوم على تحت ونثبتها بهذا الشكل، ملامسة بسيطة. افتح التبخير، لاحظ معايا الحليب قاعد يدور الآن معايا. بعد 15 إلى 20 ثانية بعد ما اكتفي بكمية الرغوة اللي أنا أبغاها راح أروح أقفل المستوى هذا وخليه على فوق. يصير معايا الهواء الآن تقفل، صار معايا تسخين الحليب، وحنلاحظ إنه الجزيئات هذه الكبيرة الآن راح تصغر وتصير كريمية. بس توصل كمية الحرارة المطلوبة، ما تقدر تمسك البتشر لمدة 3 ثواني، بكذا انت وصلت لدرجة الحرارة المطلوبة. نقفل. هذه هي النتيجة، رغوة كريمية تقعد معاك لحد آخر قطرة بالفنجان. حنكب الحليب على بتشر كبير عشان نقدر نتحكم بكمية الفوم. عندي الاسبريسو حقي جاهز اوريدي. هنبدأ الآن نركز عشان نرسم. وهذه هي النتيجة، تبخير في ديلونجي ديديكا بدون أي تعديل وبدون ما تشيل الماسورة وبدون